بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات المستوى الثاني في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة رقم 18 من حلقات مقرر الإحصاء التحليلي. بدأنا المرة اللي فاتت في الحلقة السابقة في مراجعة موضوع الاحتمالات وزي ما قلنا الحلقة اللي فاتت والحلقة دي والحلقة اللي جاية إن شاء الله هفكركم باللي قلناه قبل كده وراجع معاكم ازاي السؤال بيجي في الامتحان وازاي بتتم الاجابه عليه. في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا رجعنا مع بعض جزء كبير قوي من موضوع الاحتمالات. كنا انتهينا في نهايه الحلقه السابقه بقانون الجمع في الاحتمالات. النهارده ان شاء الله هنكمل بعض الامثله على قانون الجمع بعد كده نتطرق الى قانون الضرب في الاحتمالات وبكده نكون خلصنا باب الاحتمالات مراجعه عليه. ننتقل بعد كده اذا كان في وقت باذن الله ننتقل الى الباب الثاني وهو الداله الاحتماليه مع بعض كده ونشوف امثله توضيحيه في قانون الجمع المثال اللي قدام حضراتكم استكمال للامثله السابقه بيقول لي برضه هو نفس المثال صندوق فيه 20 ورقه متماثله مترقمين من واحد ل 20 اخترنا بينهم ورقه واحده بيسالني احتمال يكون عليها تلاتة أو خمسة تلاتة أو إيه؟ خمسة تلاتة أو خمسة كلمة أو هنا معناها إيه؟ معناها أستخدم قانون الجمع ما دام قال كلمة أو أقول قانون مين؟ الجمع قانون الجمع اللي قدام حضرتك ح أ زائد باء بيساوي ح أ زائد ح ب ناقص ح أ ب ما دام في المسألة قال لك احتمال كذا أو كذا قانون الجمع على طول تلاتة أو خمسة أسمي التلاتة ألف وكلمة أو حط بدالها زائد والخمسة أحط بدالها ب يبقى ح أ زائد ب يتحول إلى ح أ لوحده وح ب لوحده وح أ ب لحاله ده قانون الجمع ينفع للمتنافي وغير المتنافي لو غير متنافيين يعني الف تيجي مع باء يبقى القانون اللي قدام مني. لو متنافيين الف ما تجيش مع باء يبقى ح ا باء الاخرانيه دي تختفي. طيب ح الف يعني ايه؟ احنا قلنا الف معناها رقم ثلاثه، الف يعني بقى ما هو احتمال رقم ما بالقسم على الثلاثه؟ طلعوا ست ورقات الثلاثه والسته والتسعه والاتناشر والخمستاشر. طب بقى يعني ايه؟ رقم يقبل بالقسم على خمسه. اللي اللي بنقسم على خمسه؟ الخمسه ومضاعفة الخمسه والعشرة 10 وال15 وال كم ورقه بقى هنا؟ اربع ورقات اللي بيبقى القسم على الثلاثه ست ورقات واللي بيبقى القسم على خمسه اربع ورقات اللي قدامك دول في ورق مشترك بينهم؟ مفيش ورق مشترك؟ اه في ورقه واحده بس اللي هي كام بقى؟ 15 يبقى ا وباء هنا بقى متنافيه ولا غير متنافيه غير متنافيه هلاقي ورقه مره تقبل اسم على الثلاثة ومره تقبل اسم على كام على خمسة الورقه هي كام بقى ورقة 15 يبقى الحدثين حوالي صغير ايه غير متنافي يبقى احتمال الف زائد باء هيبقى احتمال الف زائد احتمال ب ناقص احتمال الف ب هم غير متنافيين اختار الاجابه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ واضح الاولى والثالثه مستبعده لان بيقول لي في صفر في الاخر. يبقى اكيد الاجابه ان هي بقى الاجابه رقم كام؟ اثنين. الف يبقى الاسم على الثلاثه اللي هي ستة على عشرين باء يبقى الاسم على خمسة هما كام ورقة؟ أربعة يبقى أربعة على عشرين ناقص إيه بقى؟ في ورقة يبقى الاسم على الثلاثة والخمسة؟ أه كام ورقة؟ ورقة واحدة يبقى واحد على كام؟ 20 اما تجيب على كسر اعتيادي 6 على 20 زائد 4 على 20 ناقص 1 على 20 المقام واحد مش هيتغير يبقى 20 يبقى اجمع البسط بقى اقول 6 زائد 4 ناقص 1 9 على 20 برضه نفس المثال نفس المثال صندوق فيه 20 ورقه مترقمين 1 الى 20 وخدنا ورقه احتمال عليها ورقه تقبل اسم على 4 او 8 اخد ورقه كده أله رقم يقبل قسم على أربعة أو إيه؟ أو ثمانية. كلمة أو أطبق قانون مين؟ الجمع فين قانون الجمع ح أ زائد باء سو ح أ زائد ح باء ناقص ح أ باء. الأربعة هسميها أ. والأو هسميها زائد. والثمانية هسميها باء. ح أ يعني إيه؟ ما هو احتمال الرقم يقبل قسم على أربعة. ب يعني إيه؟ ما هو احتمال رقم القسمه على ثمانية. ح الف بقى يعني ما هو احتمال الاقي رقم يقبل قسم على اربعه وثمانيه في نفس الوقت. ح الف بقى الاخير ده بقى اما ان يختفي او يظل موجود. امتى يختفي؟ لو الف وغير متنافيين. امتى يظل موجود؟ لو غير متنافيين. الف يعني رقم يقبل قسم على الأربعة في كم مرة يقبل قسم على الأربعة الاربعه مضاعفة الاربعه والثمانيه و12 و طب ياخد قسم على 8 حدث باء رقم رقم يقبل القسم على 8 كم ورقه هم؟ ال 8 مضاعفات ال 8 وال 16 يا ترى في ورق مشترك بين بالن... الاثنين بين الف وباء في ورق مشترك؟ اه في فوق 8 و16 وفي تحت 8 و16 يبقى عندي ورقتين عليهم 8 وكام؟ و16 الورقتين دول موجودين ضمن الحدث ألف وضمن الحدث ب يبقى الورقتين دول يمثلوا حوادث متنافية ولا غير متنافية؟ موجودين في الحالتين تبقى حوادث غير إيه؟ متنافية. يقبل القسم على أربعة أو ثمانية في ورق بالقسم على أربعة وفي ورق بالقسم على ثمانية طب في ورق يقبل القسم على أربعة وثمانية أه في ورقتين الثمانية والستاشر موجودين في الاثنين تبقى حوادث غير إيه؟ متنافية. إذا لما أجي أختار في الإجابة بقى، هختار مين؟ الأولى مستبعدة لأنهم غير متنافيين. يبقى أنا علي أختار ما بين الثانية والثالثة. ما بين الثانية والإيه؟ الإجابة الثانية والثالثة. ح أ رقم يقبل قسم على أربعة. إيه يبقى قسم على أربعة؟ كام ورقة؟ خمسة على 20. في الإجابة نمرة 2 بيقول 6 على عشرين ينفع؟ تبقي دي مستبعدة. يبقى أكيد الإجابة الثالثة بقى. أ يقبل قسم على أربعة، يبقى خمسة على عشرين وباء يقبل قسم على 8، 2 على 20. طب وأ ب حواس مشتركة غير متنافية، في كم ورقة؟ 2، يبقى 2 على 20. يبقى الناتج النهائي 5 على 20 زائد 2 على 20 ناقص 2 على 20. المقام ثابت 20. يبقى هجمع البسط 5 زائد 2 ناقص 2. تطلع 5 على 20. يبقى الإجابة هنا السؤال رقم 6. نفس القصة على السؤال اللي بعد كده. بس مع تغيير الالفاظ مجلس الاداره في خمسه محاسبين وسبعه مهندسين وثلاثه اقتصاديين يبقى فيه 15 واحد اخترنا واحد احتمال يكون محاسب او مهندس لو قال احتمال يكون محاسب يبقى حدث بسيط ولا مركب؟ حدث بسيط احتمال يكون محاسب او مهندس اه هنا بقى كلمه او في حدث مركب اطبق قانون الجمع ما دام قال كلمه او طبق قانون الجمع المحاسب اسميه الف والمهندس اسميه باء واو معناها زائد قانون الجمع ح الف زائد باء زي ما قدام حضرتك ح الف زائد ح باء ناقص ح الف باء لو الف وباء حوادث متنافيه الحد الاخير ده يختفي ح الف ب غير متنافيه يظل موجود الف يعني ايه؟ محاسب بيتكرر كم مرة؟ خمسة. ده يعني إيه؟ مهندس بيتكرر كم مرة؟ سبعة. ينفع ألاقي ناس موجودين محاسبين ومهندسين في نفس الوقت؟ ينفع آخد واحد ألاقيه محاسب ومهندس في نفس الوقت؟ لا، يبقي حوادث إن إيه بقى؟ متنافية. اللي اختاره يا إما محاسب يا إما مهندس. يبقى حوادث إن إيه؟ متنافي يبقى الحد الاخير بتاع حق ا ب ده ماله بقى حق ا ب ده ماله ينفع ا تيجي مع ب لا ما ينفعش تبقى متنافيه يبقى يختفي يبقى هتبقى ليه بقى في القانون؟ ح ا فقط وح ب ح ا يعني ايه؟ ان يكون محاسب احتماله كام؟ 5 على 15 وح ب يعني ايه؟ ان يكون مهندس احتماله كام؟ 7 على 15 طب الحد الاخير بصفر يبقى النتيجه النهائيه 5 على 15 زائد 7 على 15 يبقى هنا اختار بقى الإجابة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ طبعا الإجابة الثانية مستبعدة. يبقى أنت مخير مستبعدة ليه؟ لأن مدي حق ا ب. يبقى أنا هختار بس يبقى بين الإجابة الأولى والثالثة. هختار الأولى ولا الثالثة؟ ها 5 على 15 زائد 7 زائد 7 على 15 ولا أقول 1 على 15 1 على 15 طبعا الإجابة رقم إيه؟ ها؟ الإجابة الإيه؟ الأولى. طيب نفس المسألة احتمال يكون محاسب أو اقتصادي محاسب أو اقتصادي هطبق قانون مار... قانون مين؟ الجمع المحاسب هسميه إيه؟ ألف أو هسميها إيه؟ زائد واقتصادي هسميه إيه؟ باء وده قانون الجمع يبقى خلي بالك بقى لما تلاقي المطلوب كلمة أو أقوم لازق قانون الجمع اللي قدامك ده ح ا زائد باء هيتحول الى احتمالات ح ا لوحدها وح ب لوحدها ناقص ح ا باء ح ا ب الحد الاخير ده اما ان يختفي او يظل قلنا المرة مرة عشرة اما ان يختفي امتى يختفي لو متنافيين امتى تظل ليه قيمة لو غير متنافيين هنا في مسألة ألف يعني ايه يعني محاسب وهم كم واحد كام واحد خمسة بقى يعني ايه اقتصادي هما كام واحد ثلاثة طب انا عايز الف قانون اللي فوق احتمال يكون محاسب خمسة على خمستاشر بقى يعني ايه ان يكون اقتصادي احتماله كام ثلاثة على خمستاشر ينفع الف تيجي مع ب ينفع اللي اختاره يطلع محاسب اقتصادي في نفس الوقت لا المؤهل بتاعه يا محاسب يا اقتصادي يبقى ما ينفعش تلاقي واحد محاسب واقتصادي في نفس الوقت يبقى في التمرين ده بقى الالف والباء حوادث ايه؟ متنافيه يبقى الحد الاخير ده يظهر لا ما يظهرش يبقى ح ا زائد باء ح ا لوحده وح باء لحاله ح الف احتمال يكون محاسب بكام؟ ب 5 على 15 وح باء اقتصادي 3 على 15 يبقى الناتج النهائي بقى كام؟ بعد ما تعوض بقى طبعا اديتك اقتصاد ثاني خطوه هنا عشان تحسبها انت ها يبقى 5 3 8 على 15 ولا 8 زائد 15 ولا 8 في 15 الاجابه ايه 8 على 15 السؤال رقم 9 اظهرت نتائج العام الماضي ان نسبه النجاح في الرياضيات 70% ونسبه النجاح في المحاسبه 80% ونسبة النجاح في مادتي الرياضيات والمحاسبة مع بعض 20% اخترنا طالب يحتمل يكون نجح في الرياضة أو المحاسبة الأول كلمة نسبة معناها احتمال قلنا في الأول الاحتمال هو نسبة تقع بين الصفر والواحد يبقى لما أشوف كلمة نسبة أشطب أحط مكانها كلمة إيه؟ احتمال طب 70% يعني إيه؟ يعني 70 على 100 يعني سبعة من عشرة هنا بيتكلم على كم حدث بيتكلم على ري... ان يكون نجح في الرياضيات وبعدين المحاسبة عندي حدثين الرياضيات والايه والمحاسبة هسمى الرياضيات ألف وسمي المحاسبة باء هسمى الرياضيات ايه ألف والمحاسبة سميها ايه باء نجح في الرياضيات أو المحاسبة يبقى قانون الجمع ح أ زائد ب يساوي ح أ زائد ح ب ناقص ح أ ب، أ هنا معناها إيه؟ الرياضيات، ب يعني إيه؟ المحاسبة، أ ب يعني إيه؟ الرياضة والمحاسبة، المعطيات عندي هنا إيه؟ نسبة النجاح في الرياضة 70%، نسبة يعني احتمال يبقى احتمال المحاسبة ح أ، ح أ في المحاسبة بكام؟ سبعين في المية يعني سبعة من عشرة ونسبة النجاح في الرياض في المحاسبة الرياضيات اسف سبعة من عشرة وبه المحاسبة تمانين في المية يعني تمانية من عشرة نسبة النجاح في المحاسبة تمانين في المية المحاسبة اسمها باء يبقى احتمال باء تمانين في يعني تمانين على مية تمانين من عشرة ونسبة النجاح في الرياضة والمحاسبة معا معا يعني ايه يعني الرياضة مع المحاسبة يعني ألف مع باء نسبة يعني احتمال يبقى احتمال النجاح في الرياضة والمحاسبة رياضة و و مع بعض يعني كانوا مديني حق ألف ب حق ألف ايه ب بكام بقى بستة من عشرة أو ستين في المية طبعا واضح بعدين حق ألف جت ألف جت مع ب تبقى حوادث ايه متنافية ولا غير متنافية غير متنافي هو اللي ينجح في الرياضه لازم يسقط في المحاسبه لا مش شرط فقال نسبه النجاح في مادتي الاثنين مع بعض الرياضه والمحاسبه معناها رياضه ومحاسبه معناها ا وباء ب يعني ضرب ا ب يبقى انا عندي هنا ح ا مديهاني ب 7 من ح ب ب 80% يعني 80 على 100 يعني 8 من وح ا ب ب 6 من عشرة. المطلوب ايه؟ ما هو احتمال ان يكون نجاحا في الرياضيات او المحاسبه؟ بناس قانون الجمع، بناس حق الف زائد ب ح أ زائد ح ب ناقص ح ب هو مديك أ ومديك ح ب ومديك ح أ ب اقعد في القانون يطلع الناتج النهائي. يبقى لما تقول هتقول بقى ايه؟ ح أ ب من عشرة زائد 8 من عشرة ناقص ستة من عشرة هتعرف في قانون الجمع عن حق أ وح ب وحق, وحق أ ب. حق أ بسبعة من عشرة وح ب بثمانية من عشرة وأ ب بستة من عشرة يبقى سبعة من عشرة زائد تمنية من عشرة ناقص ستة من عشرة. تطلع في النهاية كام بقى؟ تسعة من عشرة. يبقى الإجابة بقى هيبقى معاك ورقة وبيضة كده مسودة تحل فيها يبقى الرياضة أو المحاسبة عن حق أ زائد ب. خمسة من عشرة ولا تسعة من عشرة ولا واحد ونص؟ طبعا الإجابة الثالثة مستحيلة ليه مستحيلة؟ لأن الاحتمال لازم يكون أقل من الواحد يبقى أنت مخير بين الأولى والتانية. يبقى الإجابة النهائية كان بقى رقم اتنين تسعة من عشر السؤال رقم عشر المستوى الأول فيه أربعين طالب سعودي واتناشر إفريقي وثمانية أساوي اخترنا أحدهم عشان يعمل عمره يحتمل يكون سعودي او افريقي سعودي او افريقي كلمه او قانون الجمع السعودي اسميه الف افريقي اسميه باء يبقى انا عايز حق الف زائد باء قانون حق الف زائد باء قانون الجمع حق الف زائد ح ب ناقص حق الف ب حق الف يعني ايه؟ ان يكون سعودي بكام؟ ب 40 على 60 طب وحق بقى يعني ايه؟ ان يكون افريقي 12 على 60 طب والف بقى بقى يكون ايه؟ سعودي وافريقي في نفس الوقت ينفع؟ ينفع الاقي طالب سعودي وافريقي في نفس الوقت؟ لا تبقى طيب حوادث ايه بقى؟ متنافيه يبقى حق قلب ب هنا بصفر يبقى النتيجه ان هي تصف على ايه؟ على حق الف زائد ح ب تحسب الحسبه وتشوف هيطلع الناتج ايه؟ طبعا 40 ويطلع الناتج ان هي 52 على 60 في الاجابه الاولى عندك الاجابه الاولى والثانيه والثالثه الاجابه النهائيه 52 على 60 طبعا الثانيه مستبعده والثالثه مستبعده اذا كان الف ب حدثين مستقلان لو الف ب حدثين مستقلين يعني ايه يعني احدهما لا يؤثر ولا يتاثر بالحوادث الاخرى حظ مستقله ليس بينها ارتباط يبقى حق الف بيبقى بيساوي ايه لو المستقل مستقل ترى طيب الإجابة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ أه طيب أنا حافظ قانون قانون الضرب ده يبقى ح أ ب سواء ح أ ف ح ب ولا زائد ولا ولا على أنا حافظ قانون الضرب ح أ ب سواء ح أ ب تبقى طيب الإجابة الأولى طب وإذا كانوا غير مستقلين؟ غير مستقلين يعني إيه؟ أحدهما يعتمد على مين؟ على الآخر قانون الضرب للحوادث غير المستقله يبقى ح ا ب بقى يساوي الاجابه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه الاولى ح ا في ح ب بشرط ا الاجابه الاولى ح ا ب بيساوي ايه ح ا في ح ب بشرط ا تبقى الاجابه الثانيه ح ا على ولا زائد ح ب بشرط ا والاجابه الثالثه ح ا ح ب الاجابه ان هي بقى الاجابه الاولى ده القانون احنا حافظينه ح ا ب هيساوي ح ا في ح ب بشرط ا ده الحوادث غير المستقله وده القانون احنا حافظينه وقلناه واحنا بنشرح ماده او موضوع الاحتمالات في قانون الضرب السؤال كده بيقول لي الحوادث المستقله هي تلك الحوادث بقى ها. يمكن ان تحدث معا في وقت واحد ولا تؤثر ولا تؤثر بغيرها من الحوادث ولا لا يمكن ان تحدث معا في وقت واحد الحوادث المستقله ايه الحوادث المستقله اي اجابه من دول الحوادث المستقله هي تلك الحوادث التي لا تؤثر ولا تتاثر يبقى الاجابه رقم اثنين ما فيش ارتباط بينهم مستقلين عن بعض طيب اما يجي يقول لي بقى الحوادث غير المستقله شيل حرف الله شيل حرف النفي حوادث غير المستقلة هتبقى هي تلك الحوادث هنا بقى الأولى ولا الثانية ولا الثالثة هو نفس المستقلة بس شيل حرف النفي يبقى إيه بقى؟ التي ها تؤثر وتتأثر بغيرها من الحوادث الإجابة رقم اتنين طيب بيقول لي في قانون الضرب يجب التفرقة بين إيه؟ عاوز متنافيه وغير متنافيه؟ ولا مستقله وغير مستقله؟ ولا التفريق ليست لها اهميه؟ في قانون الضرب اه في قانون الضرب لازم افرق بين ايه؟ ها؟ مستقله وغير المستقله الاجابه رقم اتنين طيب في قانون الجمع لازم افرق بين مين؟ قانون الجمع افرق بين المتنافيه وغير المتنافيه الاجابه رقم واحد طيب اذا كان احتمال نجاح الطالب نجاح احمد في المحاسبه 8 من عشرة، ونجاح خالد في المحاسبه 6 من عشرة، احتمال نجاحهما معا في نفس في ماده المحاسبه؟ احمد هسميه الف ب هسميه خالد احتمال نجاح احمد يعني ح الف واحتمال نجاح خالد يعني ح ب مديهاني عايز احتمال نجاح مين؟ احمد وخالد يعني ح الف ب ح و ب المعطيات اللي عندي بقى دي ح ألف وح ب تبين حوادث مستقلة ولا غير مستقلة؟ ح ألف لوحده وح ب لوحده تبقى حوادث إيه؟ مستقلة ولا غير مستقلة؟ حوادث مستقلة يبقى ح ا ب هيساوي ح ألف ف ح ب تبقى الإجابة ح ألف في ح ب تبقى الإجابة إيه؟ رقم واحد 48 من 100. لكن لو شفت المسألة دي احتمال ذهاب خالد إلى جدة أربعة من عشرة واحتمال ذهاب كمال لجده بشرط بقى ان يسبقه خالد يبقى هنا سفر خالد متوقف على مين؟ سفر كمال متوقف على مين؟ على خالد يبقى احتمال هنا ايه؟ شرطي أ اسمه خالد ب اسمه كمال احتمال الف باربعه من عشره طب وكمال اسمه ب؟ احتمال ب ها بشرط اعمل الدش المايل الخط المايل ده ب بشرط الف سبعه من عشره يبقى المعطيات اللي عندي ح ا وح ب بشرط ا حوادث ايه؟ حوادث غير مستقله يبقى ح ا ب بقى ح ا ب اطبق القانون بقى ح ا في ح ب بشرط ا القانون الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ القانون الاول يبقى 4 من 10 في 7 من 10 ب 28 من 100 نفس القصه على المثال اللي بعد كده احتمال ذهاب الاب الى المزرعه 8 من 10 احتمال ذهاب الابن للمزرعه 6 من عشره احتمال الاثنين يمشوا مع بعض، الاب اسميه الف، الابن اسميه ب احتمال ذهاب الاب والابن يعني الف ب. طبعا الاب الواحد والابن الواحد بتبقى حوادث مستقله. يبقى اقول القانون الاول ح ا ب هيساوي ح ا في ح ب 8 من عشره في 6 من عشره. طبعا الثاني ما ينفعش ولا الثالث. نفس القصه على التمرين اللي بعد كده. برضه هنا بقول احتمال ذهاب الاب 6 من عشره، احتمال ذهاب الابن بشرط الأب اسمه ألف، الابن اسمه ب، بس يبقى الابن بشرط الأب يبقى ب بشرط ألف. يبقى ح ألف ب، سوى ح ألف ح ب بشرط ألف. نفس التمرين اللي خدناه قبل كده ونفس القصة على تمرين رقم واحد 21 أو المسألة هد... دي قدامك قدامكم تبصوا فيها شوية. برضه مساله اللي بعد منها هو بس تكرار اللي قلناه قبل كده بس مع مسميات مختلفه حاول انت بقى تحل الاثنين دول المسالتين دول وتشوف الاجابه المناسبه ايه وتختارها طبعا عشان تجاوب اي مساله من دول محتاج ورقه وقلم كده جانبيه طبق قانون الجمع او قانون الضرب وطلع نتيجة النهائيه وتختار اي اجابه من اللي موجودين قدام حضرتك اه اعزائي الطلبه والطالبات دي كانت مراجعة عامة على موضوع الاحتمالات رجعنا فيها تعريف الحوادث المستقلة زي الحوادث البسيطة احتمالها ميم على نون اتكلمنا على قانون الجمع واتكلمنا على قانون الضرب ودينا عدد كافي من الأمثلة عشان تتمرن عليها في الحلقة القادمة بإذن الله هنكمل بقية المراجعة على باب دوال الاحتمال يا ريت في المرة الجاية تكونوا قريتوا باب دوال الاحتمال وتحضروا معاكم آله حاسبه وورق ابيض وقلم عشان يمكن تحتاجوا تجروا عمليات حسابيه واحنا بنراجع مع بعض الماده ان شاء الله. الى ان القاكم باذن الله في الحلقه القادمه اترككم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.